النهارده طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته ال 23 بسرعه الاستجابه لمطالب عمال الحديد والصلب اللي بقى لهم معتصمين دلوقتي يعني اكتر من داخلين في اسبوعين بدون اي اهتمام من الحكومه وبدون اي تواصل، مش عارفين يعني الناس دي مشاكلهم ايه، بيتكلموا عن مستحقات ماليه متاخره، لكن هل فقط الموضوع الازمه موضوع الفلوس ولا الناس المستحقات الماليه دي هم بياخدوها على كحافز إنتاج؟ مشكلة بقى كبيرة إن مصنع حديد الصلب متوقف، مفيش شغل، فبالتالي مفيش حوافز، مفيش فلوس إضافية بتصرف للعمال. هل دي أزمة العمال ولا أزمة المصنع نفسه، إن الناس عايزين يشتغلوا، عايزين ينتجوا، لكن مفيش إنتاج ومفيش شغل بيحصل؟ فبالتالي الاتحاد أعلن تضامنه مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية وكمان اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب، إن هم هيقفوا جانب مع العاملين طبعا لتحقيق مطالبهم المشروع. مؤامرة تحاد ضد شركة الحديد والصلب تستهدف تصفيتها أو عرضها للبيع، شأنها شأن العديد من الشركات التي تم تصفيتها في العهود السابقة أو يراد تصفيتها حاليا. هل الحكومة أصبحت عاجزة وأصبحت لا تقدر عن توفير الخامات الأساسية لصناعة الحديد والصلب وأهمها الفحم وتوفير الاستثمارات اللازمة لتطوير الإنتاج؟ إذن هناك مؤامرة موجهة ضد عمال الحديد والصلب وضد أهم صناعة في مصر وهي صناعة الصلب. فالعمال على أتم الاستعداد لإنتاج أضعاف ما يتم إنتاجه حاليا إذا قامت الحكومة بالدور المنشود والمرجو منها، وهو إعادة هيكلة هذه الشركات وضخ الاستثمارات اللازمة للمحافظة على جميع القلاع الصناعية في مصر.